اولا انا عايزه بسرعه جدا اروح معاكم ظهر اليوم كده اوله بهجه، انا قلت لكم بهجه وعتبات البهجه، النجم الكبير يحيى الفخراني اسم كبير وبيقدم الحقيقه قضايا مختلفه وفيها حاجات مهتمه، هو طالع اصلا واحد بيقدم محتوى على السوشيال ميديا ومشاكل كتيره للشباب وتطور التكنولوجي اللي بيحصل واللي بيغير اخلاق الناس واحداث كتيره، لكن اللي بيهمني هنا هو عوده المخرج الكبير، مش عوده هو موجود دايما ومتابع جدا ودقيق جدا، بس برضو ان انت تشوف دراما بريحه مجدي ابو عميره، لا فيها احساس حلو. المخرج الكبير مجدي ابو عميره، مساء الخير. اهلا اهلا مدام شافكي، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب وبالف خير. المشاهدين بخير وسعاده يا رب. انت عارف انا قاعده بكلمك من استوديو 10 اللي انت عملت فيه اعمال كتير قوي. يعني والله العظيم. فيعني انا قاعده في مكانك يعني. ربنا يخليك. عتبات البهجه انا شفت لك كذا تصريح قلت هو البهجة والإيجابية والحداثة اللي موجودة في الفكرة هي اللي قعدتني للدراما. تمام. وأنا يعني أنا أولا سعيد بوجودي مع الدكتور يحيى، احنا تقابلنا قبل كده في جحا المصري. صحيح. و يتربى في عزه. طبعا. المسلسل اللي أنا بعتز بيه جدا. طبعا طبعا. وفي ذات الوقت عودة من خلال الأستاذ المنتج الكبير جمال العدل. هو الفكره جت من عنده. قال لي عايزين نعمل مسلسل انت ودكتور يحيى. بعديها دكتور مدحت العدل جاب لي روايه الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد عتبات البهجه. كان المعيار في ده ان هل الشخصيه تناسب دكتور يحيى ولا لا؟ قريت الروايه لقيت الشخصيه مناسبه جدا للدكتور يحيى، رجل 70. والجديد بقى اللي عمله الدكتور مدحت هو انه شخصيه بلوجر. ايوه. يعني اول مره نشوف يحيى الفخراني. صحيح. يتعامل مع اليوتيوب والفيسبوك وليه قناه مخصوص بيتكلم الناس بيها. ثم بقى تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعيه والفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد. صحيح. وهو طبعا في صراع الاجيال، لكن من خلال حدوته بسيطه ما فيهاش فزلكه، ما فيهاش اكشن، لكن كل الحكايه انها بتدخل البيت المصري وكل فرد من افراد الاسره بيشوف نفسه جوه المشاكل دي كلها. اكيد. طيب انا عايزه اقول لك يعني اولا انت بتكلمني عن يعني العدليه، بتكلمني عن الفنان الكبير يحيى الفخراني مجدي ابو عميره، فانا حسيت كده انه ريحه حلوه كده من الزمن بتاعنا بتاع رمضان موجوده على شاشه رمضان، وده الحقيقه يحسب للمتحده حاجه جميله جدا. طبعا. انه يبقى عندنا كل الاجيال وعندنا كل الافكار وعندنا كل الخبرات، وده كان حاله حلوه قوي يعني. هو يحسب للمتحده بجد هذا التنوع الكبير وهذا الانتاج الضخم من مسلسلات كثيره متنوعه، اهمها مسلسل الحشاشين اللي طبعا كل الناس لمسه الصراع الانتاجي والموضوعات والموضوع اللي كاتبه عبد الرحيم كمال بشكل رائع. رائع. دي كريم عبد العزيز مع كم كبير من النجوم. صحيح. ثم هذه السلسله من الدراما الاجتماعيه والكوميديه، ده بشكر الشركه المتحده شكر جزيل بجد. أكيد. أنا كمان بحييك، وأنا أعتقد أنه 15 حلقة كمان ده في نوع من أنواع كده يعني أنك بتقدم كل العمل بمكثف بحلقات حلوة مبهجة في 15 حلقة، أعتقد ده كمان شجعك أنه فيها نوع من أنواع التجديد يعني. أنا عايز أقول لك أنا شافكي أن أنا أول مرة أعمل 15. يعني أنا ودكتور يحيى طبعا أول مرة برضو يعمل 15، كل حلقات رمضانية 30، وبرضو أستاذ جمال العدل جروب اول مره يعملوا 15، لكن الفكره بجد شجعتني وكان اتجاه من المتحده حكايه ال 15. وبرده لما شفت مسلسل الفنانه الجميله منى زكي السنه اللي فاتت 15، طبعا تحت الوصايه. تحت الوصايه. طيب بص بقى، احنا لازم نقعد
يعني خلاص الحلقات قربت على الانتهاء يعني في خلال الاسبوع الجاي، ونقعد نتكلم لانه في تفاصيل كتير، وانت جايب نجوم كتير وتحديت بنجوم كتير ونجوم يعني كمان يعني شفناهم بشكل جديد معاك، فخلينا نتكلم في التفاصيل باذن الله. تسمح لنا وتنورنا في استوديو التاسعه هنا، هيكون حاجه جميله قوي باذن الله. ده يسعدني ويشرفني يا استاذ شفكي. خلاص كل الشكر والتقدير المخرج الكبير مجدي ابو عميره، وايضا فريق عمل عتبات البهجة، أشكرك شكرا جزيلا.